هكذا نأتي بكم إلى ملخص هذا الصباح وملخص الفترة الصباحية من خلال هذا اليوم يوم الأربعاء 11 من شهر يناير لعام 2017 الميلاد. 8 كيلومترات وعشرة أشواط انطلقت في هذا الصباح. الشوط الأول مع مودة لعلي بن راشد بن علي بن طماع الاكتبي، تهانينا لو الناموس، وأيضا أهدى السلامات إلى أهالي ميدان التلة على هذا الفوز والانتصار. مع مودة 13 دقيقة ثانيتين وفاء وتماما وكمالا بعد منافسة قوية وصراع جميل هنا في هذا الشوط الذي شاهدنا من خلاله هذه أيضا الإثارة القوية والرائعة والجميلة في هذا الصباح. بينما شوطنا الثاني الذي انطلقت من خلاله مناورة، فكان راشد بن علي بن سالم بن علي بالخارس الاكتبي مع الموعد في هذا الشوط ومع الانطلاق القوي والتحدي المثير في هذا الاندفاع. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، فاستطاع هنا أيضا الفوز والانتصار بشعار بالخارس. بينما هنا يأتي شعار بالخرس ب 12 دقيقة 57 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أيضا شوطنا الثالث الذي انطلق به مياس، فكان حمد بن سالم سعيد بن حلوكة مع الموعد ومع الانطلاق ومع الأداء الكبير والتحديات المثيرة في عالم الأصالة، ليأتي هنا بتوقيت زمني قدر من خلاله هنا ب 13 دقيقة 15 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لابن حلوكة على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا جلفار سلام. بينما ينطلق الشوط الرابع وبداية أيضا انطلاقة الجعدان المهجنات الأصايل، فظهر أشقر لعبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري ليكون أحد الأسماء القوية والعملاقة، ويضيف السيارة الثانية كما أضاف سيارة في دولة قطر في مهرجان المؤسس، يؤكد بأن التواجد الكبير لأبناء ميدان السوان هنا مع هذه الانطلاقة الرابعة ومع هذا الأداء الكبير. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار، حيث قطع مسافة الثمانية كيلومترات في 13 دقيقة 12 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري على فوز أشقر ليضيف السيارة الثانية هنا ويهدي أبناء ميدان السوان هذا الفوز والانتصار. هكذا كانت أشواط أبناء المناطق الشمالية، لنبدأ في أشواطنا المفتوحة. ويأتي الشوط الخامس الذي كان مغايرا جميلا رائعا وانطلاقا مميز، فكانت هناك جميلة لحمد بن يعان بن حمد الشامسي التي أهدت أبناء العين دار الزين هذا الفوز والانتصار. فكان بن يعان مع الموعد ومع جميلة بلقطاته الجميلة والرائعة ب 12 دقيقة 58 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال فوز جميلة. هذا هو ملخص الشوط الخامس بعشرة أسماء مع تواقيتها الزمنية الفائزين في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ينطلق الشوط السادس، فكان التوقيت الأفضل والحدث الأفضل هنا مع الشوط السادس، فكانت من حافل سالم بسعيد بن ناصر الزرعي هي مع الموعد الكبير وبدون أي أوامر تذكر. 12 دقيقة 48 ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لخميس بن سعيد الزرعي وناصر بن سعيد الزرعي على هذا الفوز والانتصار الذي قدمته من حاف اسم عملاق وخطر في عالم الأصالة وفي عالم التراث. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا السابع انطلق فيه مياس بعد منافسة قوية ونجومية رائعة، فكان سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي مع الموعد مع الانطلاق مع الفوز مع الانتصار. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز ب 13 دقيقة ثانية واحدة وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مياس سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي على هذا الفوز والانتصار. بينما يأتي أيضا شعار الدرعي بعد منافسة مصيح لبن سالمين، أيضا هنا مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري من قدم أيضا هنا مصيح، كما أيضا فاز في المزاين مع شيخة المناصير يقدم المشاركة القوية مع مصيح والفاتنة. شوطنا
الثامن انطلق الوضيحي لخميس بن سالم بخميس الشامسي. فأكد الوضيحي بأنه اسم عملاق وخطر مهديا أهالي زاخر هذا الفوز والانتصار. تهانين الخميس بن سالم بخميس أيضا الشامسي على هذا الفوز والانتصار، وتهانين أيضا المهير. 12 دقيقة 57 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية، هذا هو التوقيت الزمني. ومشكور يا حامد يا لهيبي ما قدم بأداء بنجومية كبيرة في انطلاقة الأصالة الجميلة. هذا هو شوطنا الثامن، بينما شوطنا التاسع الذي انطلق من خلاله وانطلقت من خلال المنافسة القوية والرائعة والجميلة، فكانت هناك غنايم هناك لمحمد بن عبيد بن ضبيع الاكتبي مؤكد هذا التواجد ومؤكد هذا الانطلاق ومؤكد هذا الاندفاع ومؤكد هذا الاداء ومهدي اهالي نزوه هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز، ومشكور يا المالكي ب 12 دقيقه 53 ثانيه خمس اجزاء من الثانيه. بينما شوطنا العاشر، هذا هو شوطي ايضا غنايم من اغتنمت الفرصه بالفوز والانتصار وبالنجوميه الرائعه. شوطنا العاشر الذي انطلقت من خلاله الأسماء القوية والتحديات المثيرة، فكان مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع ثمين الحمد بن سالم بن علوب الدرعي أيضا من قدم هذا الاسم، وبقيادة فايز بخميس العمري أيضا من قدم هذا الاسم بالانطلاق. شوفوا هنا أيضا التغييرات وأيضا الأحداث في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لبن ثعلوب 12 53 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. هكذا وصلنا إلى الختام، شكرا للهواري، شكرا لمحمد بن مي العفاري وزب قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين يتواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا ملتقى ايضا بالفتره المسائيه ومع كؤوس الثنايا في تمام الساعه الثانيه من ظهيره هذا اليوم.